السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد ودي قناتي. يا رب تنول إعجابكم، لو عجبك الفيديو اعمل إعجاب واشتراك في القناة، ويا ريت الدعم منكم وهكون شاكرة لكم. النهاردة جبت سبانخ وهنقطعها، بس قبل ما نقطعها نضفها كده وأبدأ أشتفها كويس وأغسلها بالمية كام مرة عشان الطين اللي بيبقى فيها. هغسلها وهي عواد كده قبل ما أتخرطها، وهحط فيها اخر دور في الغسيلة، هحط شوية خل عشان الميكروبات، وان شاء الله اخرطها بعدها بقى كده صغارها صغيرة كده عشان البنوتات اللي لسه صغيرة. وبعدين ايه، هطبخ منها ان شاء الله النهاردة، وايه وفرزة للباقي. طريقة الفريزر بقى ان شاء الله هنعمل ايه، هنيجي على الفريزر على السبانخ، ون ايه ون بعد ما خرطناها طبعا احطها في مصفى تصفى، وايه عشان القيمه الغذائيه بتاعتها لازم نغسلها وهي اعواد، يعني يا دوب نشيل الراس ونحطها في الميه وننضفها اكتر من مره لغايه ما الرمل والطين اللي فيها ده يروح. وبعدين لما الاقي الميه راقت اقوم رقداها في خل، وبعدين اخرطها كده زي ما انتم شايفين. هبدا اخرطها، هي دلوقتي بغسلها مرحله الغسيل، وبعدين اقوم اخرطها، وبعد ما اخرطها احطها في مصفى تصفى عشان ما يبقاش فيها ميه، يعني ايه، واقوم حطها في كيس بتاع اللحمه وخرج منه الهواء وعينها. وانا بعينها من الشتا للشتا، ولان انا بحتاجها ان شاء الله تبقى متوفره عندي، وبتطلع كانها ايه، ما بحطش فيها اي حاجه ولا بسلقها زي ما الناس بتقول، ولا اغليها غلو ولا اي حاجه. واقوم حطها برده في الثلاجه، بس اهم حاجه في الثلاجه ما تفصلش عليها كتير، يعني مثلا ما سيبهاش واسافر واجي الاقي النور قاطع عليها بقى 4 ايام، طبعا بتحل وبتبقى شويه ميه، لكن قبل الاكل على طول ب5 دقايق اقوم مطلعاها وغسلها تحت الحوض، واقوم حطها في الايه، في الاكل يعني في الصلصه والطماطم وبتاع. اخرجها كده قدامكم اهو، طبعا يا حبايبي بدات اخرطها، انا كنت بشرح لكم طريقه التفريز بتاعها، لكن دلوقتي احنا بخرطها وان شاء الله ايه، خرط صغيره قوي، انا مش عارفه هي، انا ما عرفتش اظبطها ان انا اجيب لكم الخرط الصغيره، بس هي هتبان وانا بحطها في الصلصه والقوطه والحاجات دي. واشوف قدامكم حاجات بسيطه باينه اهي. وبعدين هقوم عامله ايه، طريقه الطبيخ بقى بتاعها ان شاء الله. بنصفر بصلايه ومعاها وايه، في نصفر بصلايه وقوطه وعدس وطبطاطس والتوابل بتاعتها، واقوم حاطه لها مرته برضو. دي التركه الحلوه بتاعتها ان هي ايه، اهو كده انا بفرجلها اهو، يعني بكتب بقى انا طبخت، انا جايبه رف خدمه واحده، بجيب كل خدمه اعين نصها وايه، ما بطبخهاش كلها بقى، نصها واطبخ نصها عشان ما يبقاش تقيل عليا. انا ايه، حاجات كتير انا يعني، لان السوق بيبقى طبعا فيه ضغط كتير، في كروم في مثلا في الايام دي بتقول لك مثلا تنجي كده مليان، عملت لبس برضه معاه كده وده امبارح، وان شاء الله هوريه لكم طريقته، يعني فيه طلبات كتير. هنيجي نطبخها بقى، ده الفرزله بتاعتها، وده مرحله الطهي بقى. كنت انا حطيت على المرته على البصلايه تتصفر هنا اهو، وهحط عليها بقى السبانخ والعدس، شويه عدس كده حلوين كده بيظبطوها. في ناس بتعملها بالرز وفي ناس بتعملها بالفريك، بس هي احلى حاجه ليها العدس بصراحه، ومرته وقوطه، القوطه دي اللي انا مسبكاها معاكم، وبطاطس، حبايتين بطاطس، انا بعمل حبايه، لكن اللي عايز يحط اكتر يحط. السبانخ بتحبي القوطه، يعني بتكتري فيها قوطه شويه عشان تبقى مظبوطه وحلوه معاكي. والتوابل بتاعتها ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره وبس، وبزود بقى شويه ميه اقلبهم كده مع بعضيهم. وبعدين ايه، اقوم حاطه ميه واسيبها بقى ايه على نار هاديه تتطبخ براحتها، يعني لغايه ما تستوي وتاخد حقها، بالهنا والشفا ان شاء الله. كده انا حطيتها ونصبت عليها الميه، وبعدين هي كده خلصت، وبالهنا والشفا، وشكرا لدعمكم، وربنا يصلح حالنا وحالكم.